أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هذا السائل: يقول بعض الناس المعادين لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن شيخ الإسلام والإمام محمد بن سعود خارجين عن حكم ولي الأمر الدولة العثمانية وقد شقوا عصا الطاعة، وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، ما رأيكم في هذه المقولة أثابكم الله؟ وهذا الذي يقول هذه المقالة هل هو ملتزم بالسمع والطاعة؟ أغلب اللي يقولون هذه المقالة يرون الخروج على الأئمة الآن، ولا يلتزمون ولا يعترفون بولاية ولاة الأمور. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود لم يخرجوا على ولي الأمر في وقتهم، لأن الدولة العثمانية ليس لها سلطة على بلاد نجد، وإنما كانت بلاد نجد بيد أمرائها، كل بلدة عليها أمير مستقل بها، كل بلدة من بلاد نجد عليها أمير مستقل بها يحكمها، وإذا مات يخلفه أحد أبنائه أو أقاربه، فليس للعثمانيين سلطة على بلاد نجد ولا يهتمون بها. الدولة العثمانية ما تهتم ببلاد نجد لأن ما فيها إنتاج في وقتهم، لا يهتمون بها، وإنما حاربوا الدولة السعودية ما هو لأنهم خرجوا عليهم، حاربوهم خوفا منهم، حاربوا الدولة السعودية خوفا منها لما عظم شأنها وظهر أمرها، خافوا منها فحاربوها خشية على أن الدولة السعودية تغزوهم في بلادها، هذا القصد، وإلا هم ليس لهم سلطة على بلادهم، وإنما كانت بلاد نجد بيد أمرائها وحكامها جيلا بعد جيل، حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة وناصره محمد بن سعود، فبسطوا سلطتهم على بلاد نجد كلها وعلى غيرها من بلاد الجزيرة، مكنهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم قاموا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام، فدخلت الإمارات كلها التي كانت من قبل متوزعة في نجد دخلت تحت سلطة واحدة، فحينئذ خشيت الدولة العثمانية أنهم يصلونهم في بلادها، في بلاد العراق وفي بلاد الشام، خشوا على أنفسهم، وأيضا عندهم خرافات وعندهم أضرحة، فخشوا على ما هم عليه، عندهم تصوف وبدع، فخشوا على ما هم عليه من هذه الأمور إن دعوة الشيخ تغيرها، ولذلك حاربوا الدولة السعودية.